السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم مع بعض في الفيديو ده وأنا عن البرمجة بصفة عامة. في ناس كتير بتيجي تبدأ البرمجة بتبقى تايهة شوية، تبقى مش عارفة إزاي تبدأ البرمجة أو إيه هو أحسن مجال تبدأ فيه، إيه أسهل لغة تبدأ فيها في لغات البرمجة، أو إيه أول لغة المفروض يتعلمها في مجال البرمجة. طبعا دي كلها أسئلة الناس بتبدأ تسألها على الفيسبوك، والناس طبعا متابعة في جروبس تبع البرمجة بتبدأ تلاقي الأسئلة دي منتشرة كتيرة، خاصة الناس اللي لسه بادئة برمجة جديدة. انا في اخر الفيديو طبعا مش هوصلك اللي انا اقول لك الاجابه كذا، مش هقول لك مثلا ان انت المفروض تبدا بالمجال الفلاني، او مش هقول لك ان اسهل لغه برمجه كذا والسنتكس بتاعها سهل جدا فمفروض تتعلمه. انا مش حابب ده، انا عاوزك تعمل ايه في الفيديو ده او تطلع ايه من الفيديو ده، وانا انا عاوزك تبقى من الفيديو ده تخلصه تبقى انت عرفت تفكر ازاي صح، وبناء على تفكيرك تبدا تختار المجال اللي هيفيدك او المجال اللي انت حابه وعاوز تشتغل فيه وحاسس ان هو ده المجال اللي انت تقدر تبدع فيه بعد كده في الشغل بتاعك. بعد ما تختار المجال بتاعك من المجالات بتاعت البرمجة هتبدأ تشوف المجال ده كام لغة بتدعمك، وتشوف أنهي أحسن لغة أو أكتر لغة ممكن تفيدك في المجال ده تبدأ تتعلمها هي، وتبقى هي دي بالنسبة لك أول لغة. ويبقى كده أول لغة ممكن تختلف من شخص لشخص على حسب المجال اللي الشخص ده يختاره. تمام، يبقى أول معلومة عاوزك تطلع منها من الفيديو دوت اللي أنت عشان تبقى مبرمج شاطر لازم تبقى ريسيرشر شاطر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني محدش هيفيدك في مجال البرمجة إلا نفسك. بمعنى تاني مش هتلاقي حد يجي يشرح لك مثلا وليكن لغه السي بلس بلس او لغه البايثون من الاول للاخر، ولكن كل اللي هو يقدر يفيدك فيه ويبقى كده ساعدك جدا اللي هو يبدا يديك ريسورس معينه تبدا تذاكر منها، او هيديك مواضيع معينه او اسماء معينه اللي انت تبحث عنها ويقول لك ابحث عن المصطلح الفلاني وتعلمه، ابحث عن المصطلح الفلاني وشوفه ده معناه ايه، وهكذا. ده كده يبقى بيساعدك جدا. انت تاخد السورس بتاعته تبدا تتعلم منها وهكذا، وبعد كده ترجع تساله والله انا النقطه الفلانيه وقفت قصاد، بس عمرك ما تلاقي حد يشرح لك اللغه من اولها لاخرها. فيبقى المجال بتاعنا عشان تبقى شاطر جدا في البرمجه لازم تبقى ريسيرشر شاطر، تعرف تدور على المعلومه وتعرف ازاي توصل لها. فبالتالي ما حدش يقول لك ابدا باللغه الفلانيه الاولى وتسمع كلامه، قول له شكرا وابدا انت دور على المجالات بتاعه البرمجه وتبدا تختار المجال اللي انت عاوزه تبدا بيه. الفيديو ده نيجي مع بعض كده نستعرض ايه اصلا مجالات البرمجه. يعني انت قاعد من اول الفيديو قاعد تقول لي مجالات برمجه مجالات برمجه، طب ايه هي المجالات بتاعت البرمجه؟ دلوقتي هنقسم التركات بتاعت البرمجه لجزئين اساسيين. تمام، اول جزء معانا الجزء ده هيبقى عباره عن التراكات كلها خاصه بالسوفت وير بس. يعني انا لو اتعلمت كام لغه برمجه هقدر امشي في التراك ده واشتغل زي ما انا عاوز، هي عباره عن سوفت وير وكودنج فقط لا غير. طب الجزء الثاني اللي معانا، الجزء الثاني اللي معانا دوت هيبقى عباره عن ان انا المفروض عارف حاجتين، سوفت وير ماشي ده اكيد، الحاجه الثانيه يبقى عارف معرفه ثانيه في حاجات زي الهاردوير او النتورك على حسب التراك اللي انت تختار. طب تعالى واحنا جينا نتكلم على الجزء الاولاني اللي هو ايه، الجزء التراكات الخاصه بالسوفت وير فقط. اول حاجه معاك اللي انت ممكن تقدر تتعلم ديسكتوب ابلكيشن، انا هدخل في تراك اللي انا اعمل برامج اصطبها على اللابتوب او الكمبيوتر فقط. بعد كده التراك الثاني اقدر اشتغل في الويب ابلكيشن، هعمل ويب سايت انزله على النت، دي طبعا كلنا عارفينها الفتره دي. بعد كده التراك الثاني اللي معانا الموبايل ابلكيشن. طب الموبايل ابلكيشن طبعا ليه قسمين اللي هو الاندرويد والاي او اس وكل عارف. في بعد كده معانا تراك زي الاي اي، الاي اي ده بيبقى تراك اللي انت تحول اي ديفايس معاك او اي ماشين اللي انت تحاول تخليها تفكر زي الانسان او تحاكي تفكير الانسان اللي هو الذكاء الاصطناعي. وطبعا بيبقى ليها تفاعلات من جوه زي الماشين ليرننج والديب ليرننج، وطبعا بيبقى فيه حاجات برضو قريبه تانية مع الاي اي او قريبه من الاي اي زي البيج داتا الداتا اناليسيز وهكذا. دلوقتي احنا خلصنا اول جزء، التراكات اللي انت تبقى محتاج فيها سوفت وير فقط لا غير، مش محتاج اي حاجه ثانيه. يعني انت تتعلم لغه برمجه او لغه برمجه وتبدا تشتغل زي ما انت عاوز، تعمل كودنج بتاعك وتلاقي الابلكيشن بتاعك طلع وبعته او رحت اشتغلت في شركه بالحاجات دي، مش محتاج تعرف حاجه ثانيه غير البرمجه. في حاجات ثانيه لا ما ينفعش الكلام ده، هتضطر تتعلم مع البرمجه حاجات تانية الى جانب البرمجه عشان تقدر تعمل الابلكيشن اللي انت عاوزه او تشتغل في الشركه اللي انت عاوزها. طب حاجات زي ايه؟ اول حاجه معانا حاجه زي الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم بيبقى ليه اكتر من فرع برضه، مثلا الاوتوميشن او السمارت هوم او اللي انت تعمل روبوت وهكذا. طبعا انت بتعمل السيستم بتاعك عباره عن سوفت وير وهارد وير، فيبقى انت لازم ملم بايه؟ بالهارد وير. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه تبع الامبيدد سيستم هنقولها تحتيها، يعني حاجه زي الانترنت اوف ثينجز. دي حاجه انتشرت الفتره اللي فاتت جدا وبدات تنتشر على مستوى العالم وناس كتير بدات تسمع عنها، واختصارها هو الاي او تي. ايه هو الانترنت اوف ثينجز؟ اللي انا هخلي اي ديفايس معايا يدخل على النت. طب ابسط مثال لكده
ممكن نقول مثالين سريعا، اول مثال انت ممكن الثلاجه اللي هي السمارت اللي هو يبقى حاطط شويه سنسورز جوه الثلاجه يبدا يشوف ايه هي الخضروات اللي ناقصه، والثلاجه دي اوتوماتيك اول ما الخضروات دي تنقص يروح باعت عن طريق النت يطلب من السوبر ماركت القريب انا عاوز كذا 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 من الخضروات، وتلاقي السوبر ماركت جايبهم لك لغايه البيت. ده كله انت ما دخلتش لغايه ما تروح تحاسب الراجل وتاخد الفلوس او تديله فلوس يعني على الباب. يبقى ده اللي هو ايه الانترنت اوف ثينجز. انا خليت الديفايس بتاعي الاله دي اللي هي الثلاجه ميكانيكا، عملت انا جزء امبيدد حطيته في الثلاجه عشان تقدر تحسب ايه الخضروات اللي ناقصه، وبعد كده الجزء امبيدد ده زودت عليه النت فخليته اللي هو انترنت اوف ثينجز، خليتها تدخل على النت تتواصل مع السوبر ماركت وتطلب الحاجات اللي هي عاوزاها اوتوماتيك. نفس الحوار وانت عملت سمارت هوم عن طريق الامبيدد سيستم، وبعد كده خليت الراجل هو قاعد في بيته عن طريق الموبايل يقدر يتحكم في كل حاجه، سواء اضاءه الاوض او سواء يشوف لو في تسريب غاز في حته معينه في الشقه ولا لا. الراجل ده سافر وليكن بره مصر، دلوقتي هو مش عارف يتحكم في البيت بتاعه بداتا، طب هنعمل ايه؟ هنمسك البيت نحط فيه شريحه نخليه يتوصل بالنت، مش البيت كله طبعا، الجزء الامبيدد اللي انت بتتحكم فيه في البيت، وفي نفس الوقت هنخلي الراجل ده يدخل بالنت عن من الموبايل بتاعه عشان يدخل يعمل كونكشن مع البيت عن طريق ايه؟ عن طريق النت، ومن خلال الموبايل يقدر يتحكم في البيت بتاعه وهو اصلا بره مصر. يبقى هو ده ايه الانترنت اوف ثينجز، عشان كده انا حبيت اقوله في الجزء بتاع الامبيد سيستم. وفي برضه تراك تاني زي السايبر سكيورتي، ده برضه مش معتمد على البرمجه بس، تراك زي النتورك اوتوميشن برضه مش معتمدين على البرمجه بس، وعندك في تراك في الجزء بتاع السوفت وير بس نسيت اقوله اللي هو التراك بتاع الجيمز اللي انت تقدر تعمل العاب وتنزلها على اللاب وهكذا، ده برضه تراك لوحده تقدر تتعلم. دي كده التراكات بتاعتنا اللي احنا قلناها. معظم التراكات دي هتحتاج معاهم حاجه بسيطه، يعني اي تراك من دول اللي انت اخترتهم سواء في الجزء الخاص بالسوفت وير بس او الجزء الخاص بالسوفت وير وحاجه ثانيه جنبيه سواء هاردوير او نتورك، في حاجه صغيره تقدر لازم تتعلمها او لازم تبقى ملم بيها اللي هي الداتابيس. اي تراك من دول ده لو ما كانش كلهم يعني معظمهم ما كانش كلهم هتلاقي نفسك محتاج تتعلم الداتابيس عشان تبدا تتعامل معاهم. يبقى كده هي دي معظم التراكات اللي موجوده في مجال البرمجه. انت بقى وظيفتك ايه؟ تنفذ اول معلومه قلناها في اول الفيديو. ايه هي اول معلومه؟ اللي انت عشان تبقى مبرمج شاطر لازم تبقى سيرشر شاطر. فانت تاخد التراكات دي كلها اللي احنا ذكرناها وتبدا تشوف هل في تراك تاني انا ما قلتوش مثلا في الفيديو، طب اه ده فيه، طب انا عاوزه، لا انا مش عاوزه. هتمسك الثمان تسع تراكات اللي احنا قلناهم تشوف ايه هو التراكس اللي انت عاوزها، تبدا تشوف كل تراك فيهم ايه هي اللغات بتاعته، وبعد ما انا اتعلم التراك ده هطلع في الاخر الابلكيشن اللي انا هعمله هيبقى شكله ايه، او انا هيبقى اسمي مبرمج بعمل ايه، وتشوف انت حابب انهي تراك، تبدا تمسك التراك ده تشوف ايه لغات البرمجه بتاعته، تشوف كل لغه برمجه تقارنها مع التانيين وتشوف احسن لغه بالنسبه لك او اكثر لغه ممكن تفيدك، بعد كده تمسك اللغه دي تبدا تتعلمها. يبقى كده ايه انت اخترت اللغه بتاعتك بناء على الحاجه اللي انت عاوز تمشي فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.